خلونا نبدأ الموضوع بسؤال، هي الأرض كروية ولا مسطحة؟ السؤال ده عمل فريقين، والفريقين دول حصل ما بينهم مناظرات وخناقات كتير جدا، وفي ثانية اتعملت صفحات ومجموعات على السوشيال ميديا، وناس تؤيد وناس تعارض، ومشايخ وعلماء يتكلموا علشان كل واحد يثبت وجهة نظره، لدرجة إن الموضوع وصل للتخوين والتكفير والجدال كبير جدا، والقرآن ما فيهوش دليل علشان يحسم الأمر ده. وده على فكرة مش كلامي لأني مش متخصص، لكن كلام كتير من العلماء والمشايخ والمفكرين. بس السؤال اللي شاغل بالي وأنا بتابع الأحداث دي، هو أنا هستفيد إيه لو الأرض كروية أو مسطحة؟ الإجابة مفيش، مش هستفاد حاجة يعني، كده كده الأرض شايلانة، فلو طلعت مسطحة مثلا هنسيبها ونمشي؟ في الحالتين الأرض هي هي، وبعدين دي فرعيات، من اللي يثبتها مش هيأثر على حد، وخاصة لما يكون اللي بيتناقش فيها أغلبهم مش متخصصين. في حاجات كده في الدنيا محاولة إثباتها أو نفيها مش هيضر ولا هينفع، مش هنطلع غير بتناحر وتعصب وخناقات. وطبعا إحنا كل يوم بنشوف خناقات من النوعية دي على السوشيال ميديا، الأرض كروية ولا مسطحة، أنهي فريق بيلعب أحلى، مين صوته حلو ومين صوته أقوى. بالرغم إنك لو سألت نفسك إيه اللي هيقعد عليك أو علي أو على غيرنا لو طلع أي حد فينا رأيه صح؟ إيه الفكرة من المشحنات على فرعيات ملهاش مغزى في حياتنا ولا ليها دور أصلا، ومش مؤثرة نهائيا على أي مهمة بنقوم بيها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وجه في معنى الآية الكريمة دي إن ربنا بيأمرنا إننا ما نسألش عن حاجة غيبية وخفية الإجابة عنها مش هتفيد، لأن ده هيدخلنا في جدال، والجدال هيعمل مشاحنة، والمشاحنة هتعمل بغضاء، والبغضاء أكيد هينتج عنها كراهية. وفروا طاقتكم ومجهودكم في حاجات تانية كتير غير التناحر والتشتت، اتناقشوا بدون تعصب في حاجات هيكون ليها أثر إيجابي علينا وعلى حياتنا، حاجات هتفيدنا وهتفيد الأمة وهتفيد العلم والدين، حاجات هتنقلنا لقدام وتعلمنا أكتر في مدرسة الحياة. بلاش نتخانق على مواضيع سطحية أو نمشي ورا المروجين للمواضيع دي اللي بيكون هدفهم خبيث في الأول والآخر، هدفهم فرقة وتشكيك، وهدفهم إن الترابط يتفكك وإن الأفكار تكون هدامة، وإن هو ده معنى إبداء الرأي والتفكر. لكن ده مش صحيح، التفكر هو التأمل في كل ذرة في الحياة من حوالينا، مش فريقين بيحاول كل فريق فيهم إثبات وجهة نظره على حساب تفكك مجتمع وانهياره. لكن للأسف كل ده ظهر لما بقى فيه وقت فراغ كبير، فلو عندك حبة وقت اشغل نفسك بحاجة مهمة مفيدة، اجتهد في دراستك، اقرأ أكتر للمتخصصين، اشتغل على نفسك واصنع مستقبل واصنع الفارق، العب رياضة ونظم يومك. المهم ما تسيبش نفسك للفراغ اللي هياخدك لأفكار الغوص فيها من غير علم هتهلكك أكتر ما هتفيدك. عقل الإنسان ناقص لأن الكمال لله وحده، والشيطان وقف لك على باب مستنيك، مستني لك وقعة واحدة بس، وقعة واحدة يقدر يدخل لك منها علشان يسمم عقلك بأفكار وهموم وطريق عمرك ما تتخيلت إنك تمشي لحظة. اتناقش ودافع عن وجهة نظرك وطلع كل اللي جواك، لكن كل ده في المفيد وبس، اللي انت هتحس فيه إن المعلومة هتوصل ليك ولغيرك، هتفيده، هتفيده في دراسته، في شغله، في تكوين شخصيته، هتفيده في حياته عموما. تعالوا نسمع رسالة. مساء الخير أستاذ محمد. أنا جوزي هادي ودمه خفيف وطموح وعنده أسرار، بتمنى عيالنا يطلعوا زيه. عافر في حياته كتير وتعب لحد ما ربنا كرمه وحقق جزء كبير من أحلامه وأحلامنا، لكن مشكلته الفترة دي إني بقيت شايفاه عصبي جدا. متجوزين بقالنا 15 سنة بس حاسة إني لسه مش فاهماه. بيقول عليا إني برمي كلام دبش بيعصبه وينرفزه، وأنا بعترف إني أوقات برمي كلام دبش فعلا بس ببقى مش واخدة بالي. معرفش بقى، حاساه مش طايقني، مش عايز يتكلم معايا، حاساه بطل يحبني. دايما
بقول له حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. دايما بيطلع لي حجج انه شغال اكتر من شغلانه، انه على طول مهموم بينا وبمستقبلنا وغيره بقى من الحجج. انا تعبت ومش قادره اتحمل كده، وخايفه يكون بطل يحبني فعلا واحساسي يطلع صح. اعتقد ان خوفك مش في محله، واعتقد كمان انه بيحبك. انت بتقولي ان هو شغال اكتر من شغلانه، وهو كل ده بيعمله عشان خاطر مين؟ مش علشانكم؟ علشان يأمن مستقبلكم؟ ده اللي شغال شغلانه واحده بيتهد حيله. تخيلي راجل بيفكر في كذا اتجاه وبيعمل مجهود عضلي او ذهني في كذا سكه، في ظل ان في ستات بتشتكي من جوزها المتخاذل اللي بيعتمد عليها اعتماد كلي. جوزك بيحبك، بس انت محتاجه تقدريه شويه، تقربي منه وتفهمي طلباته البسيطه. وبعدين المثل اللي احنا دايما بنردده، حبيبك بيباع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. هو من المؤكد ان جوزك مش عدوك، ده حبيبك وشريك عمرك في حياه مليانه مستقبل وطموح. اما بقى ان حبيبك يبلع لك الزلط، طب وليه نحدف الزلط من الاساس ونطلب من الطرف التاني انه يبلعه؟ ولو ما عملش كده يبقى محبش. ما هو اكيد برضه حبيبك له طاقه، فمن باب اولى نقول ان اللي بيحب ما بيحدفش حبيبه بالزلط، بيحافظ على مشاعره من الانكسار، بيحترم غضبه وزعله ولحظات انفعاله، بيطبطب ويخفف من الم الشقة والمعافره. اللي بيحب بجد ما بيحدفش حبيبه بالزلط، لكن ممكن يحدفه بونبوني، كلام مزوق، اهتمام، كلام حلو يهون من وجع التفكير والحيره، كلام يتحط في صندوق الذكريات الحلوه اللي لما يتفتح بعد زمن بيفكركوا بسنين التضحيه والحب. تفتكروا ايام الهده والشقه، تفتكروا مين اللي سند ومين اللي شال، مين اللي طبطب ومين اللي داوى، مين اللي هون وجع السكه والمشوار، اللي اتحمل وفضل صامد ومثبت في ايد التاني وما سابوش. كل الذكريات دي هتفتكروها بعد سنين وسنين وانتوا مبسوطين وقلبكم بيضحك. الطبطبة والحنية والدلع والكلام الحلو ما تخلقوش للستات بس، احنا الرجالة محتاجين كمان لده، محتاجين للي يفهمنا من غير ما نتكلم، للي يسمعنا من غير ما نشرح، للي يحس بينا من غير ما نبوح عن الوجع اللي جوانا، للي يقدر سكوتنا وقلة كلامنا، للي يتحملنا وقت التوهة والسرحان، للي يطبطب علينا لما الدنيا تفيض بينا والضيق. جوزك لما زعل فجأة ما كانش قصده يزعقلك ولا حاجة، لكن افتكر الديون اللي في رقبته، مصاريف المدارس والدروس، الاقساط اللي لازم يسددها، والجمعية اللي قبضها، وفلوسها سدد بيها الديون اللي كانت متراكمة عليه. بيفكر في مصروف البيت اللي مبقاش مكفي، في المسؤولية الكبيرة اللي على كتافه. ولما لقيتيه سرحان وتايه ما كانش بيفكر في غيرك، لكنه كان بيفكر في مستقبلكم ومستقبل العيال، في الحياة اللي بالألوان اللي نفسه ياخدكم فيها. ولما سابك سهرانة ودخل نام فجأة، هو ما كانش نايم على فكرة، كان مغمض عينه يمكن، لكن دماغه كانت شغالة، فيها ألف حوار وحوار ما بيخلص، فيها حسابات وترتيبات شلت تفكيره. ولما قالك أنا عايز أقعد لوحدي ما كانش كاره القعدة معاكي، لكنه ما كانش حمل كلام، مش قادر يسمع من كتر الدوشة اللي جواه. الحمل اللي شايله الراجل بيهد، بيقطم الوسط حرفيا. وساعتها لا بنعرف نقول آه ولا نصرخ حتى، لأننا مش عايزين نشيلكم الهم، علشان مقدرين حجم تعبكم ومجهودكم. إحنا الرجالة عايزين الست اللي تقدر تحتوي الراجل وزعبيبه، اللي بتبقى أقوى من تراب أمشير، الست اللي تخفف عنه، تخفف عنه مش بالمجهود، بالكلام الحلو اللي يدوب التعب، الكلام اللي زي المرهم اللي بيداوي الجروح ويخلي الزعبيب تتحول لسكون وربيع. كتر خيرك، ربنا يخليك لينا، كفاية صوتك وحسك في البيت، ده احنا من غيرك ولا حاجة والله. الكلام ده بيرد الروح في الراجل،
بيخليه يرجع شباب حتى لو عنده 100 سنة، بيديله طاقة وحيوية وبيبقى عنده استعداد ينحت في الصخرة. والله اعملي كده بس، وساعتها جوزك مش هيبلع لك الزلط بس، لا ده هيشرب وراه بيبسي علشان يبلع. استنونا. في برنامج من البرامج سمعت حد كان قريب جدا من الفنانة الراحلة سعاد حسني، كان بيقول إنها ما كانتش فائقة الجمال زي ما كانت بتظهر على الشاشة. كل اللي عصروها وقتها قالوا كده لما حكوا عنها، لكن كلهم قالوا إن الكاميرا كانت بتحب سعاد حسني جدا، بتغير شكلها وملامحها، بتطلعها أجمل في عيون الناس. زي ما الفنانة زبيدة ثروت قالت عنها برضو إن في 1,000,000 بنت مصرية شبهها، لكن الكاميرا كانت بتعشق سعاد حسني، بمجرد ما بتيجي عليها بتنسق شكلها تماما وتغيره، فظهرت قدامنا بالشكل الملائكي ده. هما كانوا بيتكلموا عن الملامح، لكن الكل اعترف بروحها الجميلة وشقوتها وقلبها الأبيض، ثقتها في نفسها ومحبتها للناس وللي حواليها، وده سر حب الكاميرا ليها. روحها الحلوة بتتفوق على شكلها لدرجة إنها بتبدل ملامحها على الشاشة، والروح لما بتسيطر على الإنسان بتخليه ممكن يطير في السماء. أوقات ممكن تقابل حد يقولك شكلك حلو قوي النهاردة، فأنت تستغرب وتقول لنفسك يعني هو أنا اتبدلت؟ الحقيقة إننا فعلا بنتبدل، بنحلو لما بنبقى مستقرين نفسيا، لما بنبقى فرحانين. أصل لما بنفرح الفرحة دي بتتعكس على ملامحنا، فشكلنا بيتغير حرفيا، روحنا وقتها بتكبر عيون الناس إنها تشوفنا بشكل أحسن، زي ما أكبرت الكاميرا إنها تخلي سعاد حسني ملاك فايقة بشر. لما من جوانا بنكون مطمنين ومستقرين ده بيغير شكلنا، بيخلينا نحلو أكتر، لأننا بنبقى واثقين في نفسنا أكتر. مهما حد يقول لنا كلمة حلوة في وسط اليوم أو حد يفاجئنا بحاجة بنحبها، بنتبدل والله، ملامحنا بتتغير للأجمل، رغم إن هو هو نفس الوش، لكن لما العيون بتلمع من الحب والقلب يدق فالوش بينور، والروح تحس إنها مش تايهة. الوش تلقائي بيكون أجمل وأنقى من الوقت اللي بيكون فيه الإنسان مهموم ومكتئب، وساعتها بتلاقي الوش باهت عجوز كبر عن عمره ولا 50 سنة زيادة. صدق اللي قال الجمال جمال الروح، جمال الروح هو الأهم، جمال الروح والروح النقية المتصالحة المحبة للحياة هي اللي بتنعكس على الملامح، فتخلينا نبان أصغر وأحلى وأقوى كمان. أما الجسد، الجسد ده مجرد شاشة، شاشة عاكسة لكل حاجة جوانا، اللي جوه هو الأهم، هو اللي بيتحكم في اللي برانا. الكاميرا حبت سعاد حسني وطلعتها أجمل بكتير من صورتها الحقيقية، علشان هي من جواها كانت روحها جميلة، كانت طيبة متصالحة وبتحب الخير للكل. ففكرة إنك عايز تغير شكلك صدقني ما تروحش تعمل عملية تجميل، اعمل عملية تجميل لروحك، شوف ناقصها إيه وكمله، غلطان في إيه وصلحه. خلي اهتمامك بروحك مش بجسمك بس، وقتها هتلاقي نفسك بقيت أحلى وشكلك اتغير، اتغير من غير دكاترة ولا عملية تجميل. طالما روحك بقت أحسن وبقت أجمل، بقت متسامحة وما بقتش تشيل من حد، بقت بتحب الحياة وواثقة في نفسها، كل اللي انت شايفه براك من ملامح هيتغير تماما. اهتموا بالروح يا جماعة، لأن هي الأرض اللي عاوزة تتروي، هي اللي مينفعش تتساب لحد ما تبور، علشان لو بارت ولا عمليات تجميل الدنيا ممكن تغير ذرة واحدة من شكلك. طالما جواك مظلم ما تستناش نقطة نور واحدة ممكن تبان على وشك. خلصت القصة وخلصت الحلقة، أشوفكم على خير وإلى اللقاء.